ثالث أيام زيارته لروسيا، السيسي يستكمل لقاءاته بالمسؤولين ويبحث القضايا الثنائية. الحكومة تعلن إنشاء مراكز تعليمية مرخصة لمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية. والجيش الليبي يستهدف عدة مواقع لداعش قرب درنة ردا على مجازر سرت. موجز إخباري جديد من النهار اليوم، مرحبا بكم. في ثالث أيام زيارته لروسيا، التقى رئيس عبد الفتاح السيسي برئيس شركة روزنفط وعدد من كبار مسؤولي الشركة، وذلك لمناقشة نشاطها الدولي في مجال البحث والتنقيب واستخراج البترول فضلا عن تكريره. من جانبه أعلن رئيس الشركة عن توقيع بروتوكول للتعاون مع وزارة البترول المصرية للتدريب في قطاع البترول، مشيرا إلى رغبة الشركة في المساهمة في تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل كل المبادرات التي طرحتها مصر مع الجانب الروسي. كان رئيس السيسي قد استقبل أمس بمقر إقامته بموسكو نائب رئيس الوزراء الروسي، الذي أكد رغبة بلاده في تعزيز تعاونها مع مصر في مختلف المجالات وخاصة على الصعيد الاقتصادي، كما أبدى اهتمام روسيا بالعمل والاستثمار في مشروع تنمية محور قناة السويس وإنشاء المركز اللوجستي للحبوب بدمياط فضلا عن قطاع الطاقة. قال رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب إنه سيتم إنشاء مراكز تعليمية مرخصة لشرح المواد التعليمية المختلفة، موضحا أن هذه المراكز ستكون تابعة للحكومة سواء في المدارس أو مراكز الشباب أو قصور الثقافة. وفي اجتماع عقده مع الوزراء المعنيين لمناقشة الآليات التي تنفذها الحكومة حاليا لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، وجه محلب بعودة برنامج أوائل الطلبة مرة أخرى وإذاعة البرامج التعليمية في مختلف القنوات التلفزيونية، وكذا بنقل شرح الدروس التي ستتم في مراكز الشباب. قررت اللجنة العليا للانتخابات عقد مؤتمر صحفي موسع مساء الأحد المقبل للإعلان عن موعد انتخابات مجلس النواب القادم ودعوة الناخبين وفتح باب الترشح وإعلان كافة القرارات الخاصة بالعملية الانتخابية. وقالت مصادر مطلعة إن اللجنة ستحسم عدة أمور من خلال عدة قرارات، من بينها مشكلة الكشف الطبي وكيفية إجرائه، وموقف من أجروا الكشف الطبي في السابق، وكذلك موقف من تقدموا بأوراق ترشحهم في المرة السابقة وكيفية التعامل معهم وشروط من سيتقدم للمرة الأولى. تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع قطر والتي يحاكم فيها رئيس الأسبق محمد مرسي وعشرة آخرين، تستمع لشهادة اللواء محمد عمر وهبي رئيس هيئة الرقابة الإدارية. كانت النيابة قد أسندت لمرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم من بينها الحصول على سر من أسرار الدفاع واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفاؤها وإفشاؤها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بالبلاد. أجلت جامعة الدول العربية اجتماع مجلس وزراء الدفاع والخارجية العرب الذي كان مقررا عقده اليوم لإقرار بروتوكول إنشاء القوة العربية المشتركة إلى موعد لاحق، وذلك بناء على مذكرة من السعودية تطلب الإرجاء، وهو ما أيدته البحرين والكويت وقطر والإمارات والعراق. وقد ذكرت مصادر بالجامعة أن الطلب السعودي جاء بسبب وجود ارتباطات تحول دون المشاركة في الاجتماع ولمزيد من التشاور. أكد مستشار وزير الدفاع السعودي أحمد عسيري أن القوات السعودية المنتشرة على الحدود مع الأراضي اليمنية تشن هجمات تكتيكية داخل اليمن للتصدي لهجمات الميليشيات، مضيفا أن الحديث عن توغل في الأراضي اليمنية يشير لتحركات للسيطرة على مواقع حيوية يمكن أن يستخدمها الحوثيون وأتباع صالح لشن اعتداءات على السعودية.
وغير بعيد عن هذا الشأن، خاضت القوات السعودية مواجهات مع ميليشيات الحوثي وصالح في مناطق متفرقة من محافظة صعدة شمال اليمن على الحدود مع أراضي المملكة. استهدفت مروحيات الجيش الليبي عدة مواقع لداعش قرب مدينة درنة الساحلية التي يسيطر عليها التنظيم. الضربات استهدفت أيضا مواقع للمتشددين في منطقة الكرافات السبع ووادي درنة. وكانت الحكومة الليبية قد دعت الجامعة العربية لتوجيه ضربات ضد داعش بعد المجازر التي ارتكبها في سرت وأوقعت عشرات الضحايا. ومن جانبه أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليبيا برناردينو ليون أن الوضع في ليبيا بات على حافة الانهيار وأن عدد النازحين بلغ مئات الآلاف. وصلنا وإياكم لختام هذا الموجز الإخباري، وهذا تذكير بالعناوين. في ثالث أيام زيارته لروسيا، السيسي يستكمل لقاءاته بالمسؤولين ويبحث القضايا الثنائية. الحكومة تعلن إنشاء مراكز تعليمية مرخصة لمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية. الجيش الليبي يستهدف عدة مواقع لداعش قرب درنة ردا على مجازر سرت. لقاؤنا التالي على رأس الساعة بإذن الله. طابت أوقاتكم.